مباشر. مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. صباحكم مبروك، اكيد كل صباح كنكون معكم في جوله صباحيه مدينه كازا، كنقل لكم الاجواء كيف دايره خصوصا مع انخفاض درجه الحراره والبرد. واكيد كيف ما كنعرفوا في الويكاند كتكون شويه الدرك خاويه لان يعني الناس ما كتكونش خدامه، وكذلك الوليدات كيكونوا جالسين من الدراسه. نواصل معكم مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تي في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. مشاهدينا وصلنا الى نهايه البث المباشر، ان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر الى اللقاء.